لقيت هذا. هذا مو ضل يقطعني الناس في ظهرهم. عن جد ما توقعتك واطية لهالدرجة. انزل بلا سخافة. راسي شو سويت؟ عم بتطلقي وانا رح اتزوج. بالوقت اللي حياتك عم تنهار، حياتي انا عم تتصلح. انت متعلقة بهدول ورح تتزوجي خالد بس لحتى حضرتك تستفادي من امكانياته، واللي ما بيعرف هالشي هو خالد. بالوقت اللي حضرتك عشقانة فيه كرم. خلص مني بهذا الشيء. انت شو عم تسوي؟ مو مثل مالك صرت تعمل مثل هيك حملة. تعمل هيك صار هذا شوي تبع حالك عم تعمل.